شوف المفكرين كيف ينظرون لقضية المهدي. في عندنا رجل اسمه فرانسوا تيوال، هذا الرجل كان في السابق مدير المدرسة الحربية العليا للجيوش الفرنسية، وفيما بعد أصبح مستشار في مجلس الشيوخ الفرنسي. عنده كتاب اسمه الجغرافية السياسية الشيعية، يعني الخارطة السياسية للشيعة. هذا الكتاب متى كتب؟ كتب في أواخر التسعينات، طبعا ترجم بالعربي بعنوان الشيعة ثورة المستعبدين في العالم أو صحوة المستعبدين في العالم، موجودة ترجمة دار الفارابي. عنده عبارة جميلة، يتحدث عن التشيع، يقول لما نرجع في التاريخ نشوف أن هذه الفرقة الشيعة أكثر فرقة تعرضت لمذابح، وأكثر فرقة تعرضت إلى قتل ديني، بعد أن يقتلون لأجل دينهم لأجل مذهبهم. يقول ابدأ من أيام الأئمة عليهم السلام، طبعا مو مسلم على فكرة، أنا أقول عليهم السلام، ابدأ من أيام الأئمة وانت نازل تشوف عبر التاريخ دائما الشيعة كانوا ضحايا، ودائما كانوا مستضعفين، ودائما كان دمهم مباح. يقول هذه حالة غريبة، ليش؟ يقول غير الشيعة تعرضوا إلى عشر معشار ما جرى للشيعة، وش صار؟ اندثروا. يعني الحين وين المعتزلة؟ المعتزلة وصلوا حكموا فترة من الفترات، أين هم الآن؟ ما لهم وجود. أين كذا؟ أين كذا؟ أين كذا؟ كثير من التوجهات الفكرية أو كثير من الأديان أو كثير من الجماعات بمجرد أن تحصل لها أزمات شو يصير؟ تسقط، تندثر، تنقرض. سأل هذا السؤال، اشمعنا الشيعة ما انقرضوا؟ يقول عندهم نقطة قوة تختلف عن كل الأرض، ما في أي فكرة في الأرض، دين، أيديولوجية، حزب، سياسة، اقتصاد، عندهم الفكرة شنو هي؟ الارتباط بالقائد الغائب. هذه نقطة القوة. عندهم ارتباط برجل هو الأمل الموعود، هذا الرجل يرون أن بيده مقادير الأرض، بحيث بيده أن يقيم العدل في الأرض، فهم يعيشون بهذا الأمل. يقول هذا الأمل هو نقطة القوة فيهم، وهذا الأمل هو الذي يجعلهم ينظرون للمذابح وللاضطهاد أنه أمر جيد. شوف، فلذلك هو تنبأ بهذا الأمر أن السنين القادمة هي لهم. ليش؟ لأن هذا الأمل يقوى كلما تقدم الزمن. الشعور بأن ظهور الإمام قريب ماذا؟ يزيد. يقول فلذلك هم مع الأيام سيكونون الأقوى إطلاقا. وهذا الكلام ترى اللي هو استنتاج هو عين دعاء الندبة. دعاء الندبة شنو هي؟ شنو دعاء الندبة هذا اللي تقراه يوم الجمعة، تقراه في الأعياد؟ شنو معنى تندب؟ تندب الإمام يعني تعلن أولاً حزنك على الغيبة وجزعك لهذه الغيبة، وثانيا تعلن ارتباطك بهذا الإمام العادل. ليش هذا الإصرار على قراءة هذا الدعاء؟ بحسب هذا يقول هذا هو مصدر القوة. وفعلا أقوى شيء يربطنا بالواقع وبالمستقبل ويجعلنا فعلا أقوياء مع أنفسنا ومع غيرنا، وفعلا يجعل لنا هدف للحياة، هو وجود المهدي عجل الله تعالى الفرج.